الذي يعلم يقول هل الجن والملائكة يعلم ما في قلبي؟ أبدا. الله تبارك وتعالى يقول عن نفسه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. هذه خصوصية لله، لا يعلم ما في الصدور إلا الله سبحانه وتعالى، لا الملائكة ولا الجن ولا غيرهم يعني، لكن الجن يوسوس، وهو قول الله تبارك من شر الوسواس الخناس، الجن يوسوس لك حتى يدخل هذا في صدرك، لكن لا يعلم ما في صدرك أبدا، لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، فلا يعلم ما في الصدور إلا الله سبحانه وتعالى، الجن لا تعلم ذلك. نعم.